السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. لو سمحت دلوقتي انا فاتحة محل وببيع مستحضرات تجميل وحاجات شربات ملونة الوان زاهية وحاجات كده، ففي ناس ملتزمات بيشتروها مني وبيلبسوها في البيت وبيستعملوا الحاجات دي في البيت، لكن في نفس الوقت في ناس مش محجبات او محجبات حجاب مش شرعي يعني، فهل انا عليا وزر؟ انا ببيع لاي حد يعني، فهل انا عليا وزر في ده؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فالأشياء التي غالبها فاضح وتستعمل في الغالب في الشوارع للتبرج بها في الغالب ابتعدي عنها، وما سوى ذلك مما يتزين به في البيت للأزواج فالأصل إباحته والإثم على من استعمله استعمالا سيئا. هذا وقد كان الذهب يباع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت نسوة يشترينه ويستعملنه استعمالا مشروعا، ونسوة أخريات يستعملنه في غير مرضات الله. كانت هناك كافرات تشتري الذهب ولم يمنع بيع الذهب للكافرات، فهكذا سائر أنواع التزين والله أعلم. إلا أن الشيء إذا كان غالب استعماله في الشوارع وهو ناشر للفساد الشديد فمثله يتقى وسائر العمل تستمر فيه. والله قال: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، والله أعلم.